العلاقة الزوجية قد أوليت رعاية وأهمية من قبل الدين الإسلام، فلو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا جملة من الآيات التي تتحدث عن العلاقة الزوجية، كمثل قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكذلك لو نظرنا إلى الروايات لوجدنا روايات تحث على جعل العلاقة الزوجية منبعا للاطمئنان والاستقرار والسكينة والهدوء. الهدوء في كل شيء، الهدوء في الجانب المرتبط بالعاطفة، وكذلك الهدوء المرتبط بالجانب النفسي وغير ذلك. وقد جعل الشرع المقدس العلاقة منضبطة في ضمن مجموعة من الواجبات والحقوق لكل طرف، فلك شيء تأخذه فهذا حقك، ويجب عليك أن تقدم شيئا فذلك هو الواجب. ولكن أيها الأحبة، رغم وجود هذه المنظومة، منظومة الحقوق والواجبات، فإن بجوار هذه المنظومة منظومة تبتني على قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذه المنظومة تذهب أبعد من الحقوق والواجبات، تذهب لكي يتعامل الإنسان مع شريك الحياة على أساس الإحسان، وليس على أساس فقط أن الشيء لك أو عليك. شلون يعني؟ مثلا في النفقة، أنا مسؤول عن كسوة زوجتي، عن إطعامها، عن إسكانها، بهذا الحدود. ولكن بجوار هذه الحدود تجد نصا شرعيا يحبب لك التوسعة على العيال والتوسعة على الزوجة، فلربما بيت صغير يكفيها، ولكن الشرع يحبب لك أن تأخذ لها بيتا واسعا كبيرا. ربما سيارة عادية مثلا تفي بحاجتها، ولكن بجوار ذلك استحباب للعشرة بالمعروف، أي أن تقدم الأفضل، أن تسعى لتقديم ما هو أفضل لشريك الحياة. ولذلك نجد في طرف الزوج استحباب للتوسعة في النفقة، مثلا استحباب أن تكون خيرا لأهلك، أن تتبع الإحسان في التعامل مع هذه المرأة: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أي اقتدوا بي. وفي جانب المرأة نجد مفاهيما أخرى غير مفاهيم الحقوق والواجبات، يعني غير الواجب غير شنه علي أسويه، مفهوم نجد بأن هناك مفهوم حسن التبعل للزوج، فإن جهاد الرجال هو عبارة عن القتل في سبيل الله، وقد وضع ذلك عن المرأة، ولكن جعل جهادها حسن تبعلها لزوجها. فمفهوم حسن التبعل أبعد من منظومة الحقوق والواجبات. حسن التبعل، العشرة بالمعروف، تعني أن تتعامل مع شريك الحياة تعاملا مبنيا على التعامل الأرقى، الأحسن، الأفضل، الذي يوفر الطمأنينة والاستقرار لشريك الحياة. زين، طبعا هذا منظور الإسلام. ولكن في الجانب الواقعي والخارجي،
نجد بأن العلاقات الزوجية قد يعتريها نوع من الخلل، فلا تكون منبعا للطمأنينة، بل تكون على العكس والنقيض. بدلا من أن تكون العلاقة الزوجية، وطبعا هذا الكلام مو بس للأزواج، حتى شبابنا يتثقفون بهذه الثقافة الزوجية، ما يتزوج إلا هو عنده ثقافة زوجية جيدة في التعامل مع المرأة، المرأة شابة تكون عندها ثقافة جيدة في التعامل مع الزوج. العلاقة الزوجية قد تمر بنوع من الخلل. الخلل في ماذا؟ الخلل مو في النفقة، الخلل مو أن الزوجة مقصرة على الزوج مثلا في أدائها في الجنبات المختلفة، ولكن المشكلة أنه رغم عدم وجود خلل في الواجبات والحقوق، لكن لا تتوافر في العلاقة سعادة اطمئنان، بل العلاقة تسير مسار القلق. تكون العلاقة بسبب هذا الخلل سببا لوجود قلق بين الزوجين، بدل ما يعيش الزوج طمأنينة استقرار في علاقته مع شريكة حياته، أو بالعكس الزوجة مع شريك الحياة، يصير لا، وجودهما معا مبعثا للقلق، مبعثا للحزن، مبعثا للاكتئاب، مبعثا للشعور بمشاعر سلبية عديدة. ما السبب في ذلك؟ السبب سوء الخلق من الزوج أو الزوجة، أو ما يعرف بنكد الأزواج، نكد الزوجة أو الزوج. وهذا ما نريد أن نتحدث حوله تفصيلا بعد هذه المقدمة. النكد، الزوج النكدي أو الزوجة النكدية، النكد إلى الطرف الآخر يسبب حزنا، كآبة، يسبب نوعا من القلق وعدم الاستقرار النفسي والطمأنينة، بل قد يدفع شريك الحياة إلى الاعتزال أو الإهمال، أو يدفعه في بعض الأحيان إلى الطلاق والانفصال. ولذلك علماء التربية والاجتماع والمهتمين بالقضايا الأسرية يعبرون عن النكد فيقولون أنه مقبرة العلاقة الزوجية، يعني قد يدفع بالعلاقة بالزوجة إلى أن تقبر العلاقة، تقبر بأن تلغى بالطلاق، أو تقبر تكون فاقدة إلى النشاط والحيوية، الحيوية التي تكون بين الأزواج، الحب، الانجذاب ونحو ذلك. وكيف ذلك؟ أولا نريد أن نتعرف، هل إحنا نكديين؟ لو ما إحنا نكديين، لأن بعض الأحيان يصير عند الإنسان غرور. غرور شلون؟ يعني ما يشوف عيوبه، ما ينظر لعيوبه، يعتقد بأن هذا الكلام كله لا يعني، لأنه ليس إنسانا نكديا. الزوجة بعد ربما تقول لا، أنا هذا الموضوع ما يعنيني، أنا كل شيء تمام ويا زوجي، ما عندي مشكلة وياه. في بعض الأحيان شريك الحياة يتجرع المر في سبيل ماذا؟ إسعادك. ما يبين إليك أي خلل، لكن أنت تجرعه المر والسموم والغث وكذا وإلى آخره. لذلك دعونا أن نقف مع أنفسنا، ولتكن هذه المحاضرة والمجلس والبحث محطة وقوف لمحاكمة الذات، لنقد الذات، هل أنا فعلا نكدي، عندي هذا السوء من الخلق أم لا؟ لذلك نريد أن نتعرف أولا على صفات النكديين والنكديات، ثم نريد أن نتعرف على كيفية علاج النكد، والبداية بصفحة جديدة في العلاقة مع شريك الحياة. أولا صفات النكديين والنكديات،
أول صفة هي التركيز على الجانب السلبي. وكيف ذلك؟ مرة يكون شريك الحياة عنده سلبية متكررة بشكل دائم، هذه السلبية في هذه الحالة إذا متكررة بشكل دائم بطبيعة الحال العلاج الصحيح لها أن يجلس شريك الحياة ويصارح شريكه، يقول له ترى عندك الشغلة الفلانية وهذه سلبية، يجلس مع الزوجة يقول لها والله يا زوجتي والله أنا أشوف البيوت مرتبة معدلة صح مو واجب عليش، بس هذا بيتنا، هذا من حسن التبعل، هذا من كذا، هذا من الاستحبابات، رتابة البيت، نظافة كذا. هذه سلبية دائمة، عند ذلك تسعى طريقة العلاج هي المصارحة من خلال الجلوس، الحوار، النقاش الهادئ، الكلمة الطيبة، وانتقاء دقيق إلى الألفاظ. فرض آخر، وهذا اللي نقصده في التركيز على السلبيات، فرض آخر، شريك الحياة ما يعاني من سلبيات دائمية، ما عنده سلبيات دائمية، لكن سبحان الله في الحياة في بعض الأحيان يوم من الأيام يقع شريك الحياة في شنو؟ في سلبية، يطيح في سلبية. المرأة ما عليها قصور، لكن ذاك اليوم قعدت الصبح وإذا والدتها تقول إيه تعالي وصليني المكان الفلاني، راحت توصلها شوية كذا، جابت إياها أغراض تأخرت، رجعت البيت تأخرت في الأكل، جيت أنت وإذا الغداء بعد مو جاهز، تصرف النكد ماذا يفعل؟ ها ليش الغداء مو جاهز؟ سؤال هذا حقك عادي، هني بعدنا الوضع طبيعي، والله رحت يا الوالدة وكذي واشتريت أغراض وما ترجعت وكذا وإلى آخره، غير النقد النكد يسكت، يقول خلاص عندها مبرر، واليوم وش فيها يعني؟ النكد ماذا يصنع؟ شوي ينتظر، يقول هذا غدا لو عشاء، احنا الحين بنتعشى لو شنو؟ لو بنتغدى، هذا ما صارت يوم اللي بتطلعين ويا أميش لا تتأخرين، يوم اللي كذا يا ها نشوف شنو، تركيز على سلبية رغم أن هذه السلبية سلبية مؤقتة أيها الأحبة، يعني ليست متكررة، تركيز على ذكر السلبية. مثلا ذاك اليوم المرأة مثلا ما وسعها الوقت، جاك الولد وإذا بهندامة كذا رتابته مي عدلة، يحتاج إلى مثلا عناية الولد أو البنت الصغيرة، أنت وش تتعامل؟ تشوف السبب، والله إيه زوجتي اليوم مشغولة أو مثلا راح بالها، وإذا لا النكدي رأسا يركز على هالسلبية يتلقفها، يعني عنده طبع شنو؟ تلقف السلبيات، متابعة السلبيات، وهذا موجود عند البعض اللي عندهم دقة زائدة. الحياة الزوجية ما تحتاج إلى دقة زائدة، تركز على التفاصيل تركيز دائمي، تحتاج إلى حصة من التغافل، هذا التغافل خلق إن وظف في مكانه كان من أرقى الأخلاق في التعامل مع الآخرين. شوية اغفل عن هذا الجانب، باكر بترتبهم انتهى الموضوع، لا وش يصير عندك؟ يعني الأولاد اليوم شنو؟ ما حد ليهم؟ شلون هالإهمال؟ شلون اللي كذا وكذا؟ وتبدأ أنت في سلسلة من نفس ما نقول القرض على منو؟ على هذه الزوجة. هذا نوع من النكد، زين؟ هذا نوع من الحن، يحن يحن، ها؟ زين؟ تقول لا يعني عادي، كلام عادي أنا قلته. أنت المشكلة مو مرة ولا مرتين، أنت طبعك شذي، دوما قاعد تقرض من تشوف سلبية تحكي فيها وتتكلم وتقول وتكرر وتعيد ووو إلى آخره. بس الرجال هم الزوجات يصير عندهم تركيز على شنو؟ على السلبيات. إنزين ما بنقولهم أكثر، ها؟ لكن هم بعد ما يقلون عن الرجال. شلون يعني؟ يعني إذا كانت سلبية دائمة من حقش تجلسين تناقشين الموضوع، لكن سلبية عابرة
سلبية عابرة. والله ذيك اليوم شغلة معينة في البيت احتاجت إلى تصليح، قلت إلى أبو العيال، قال إن شاء الله بصلح باكر إن شاء الله. جاء باكر انشغل في العمل، طول يمكن في الشغل، شغل شدان عنده، رجع ونام، طول شوية في النوم، بدل ما ينام إلى ساعتين ساعة ونص نام إلى شنو؟ نام إلى المغرب. يلا عاد حين تلقى وعدك من هذه الزوجة، شلون تتعامل؟ ها شاطر للنوم بس، أنا مو قايل لك تبدل الشغلة الفلانية، الحين لو جاء نظيف، لو كذا، لو كذي، لو كذا، وا 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 إلى آخره. ماذا يحدث هذا السلوك أيها الأحبة؟ البعض يقول ما في لا سب لا شتيمة، وإنما كلام، مجرد كلام. نقول صحيح كلام، ولكنه ضغط نفسي. إذا تكرر هذا الأسلوب منك كثيرا بحيث كنت دقيقة لأبعد الحدود، تركزين على تفاصيل متعددة لا تتجاوزينها ولا تتساهلين فيها، وليست لديك مرونة في التأجيل، قال ليش والله أنا هالأيام عندي في العمل شدان، اسمح لي من آخره، وش فيها يعني، مثلا خلنا نأخره إلى العطلة وإن شاء الله بالشوفة راح أصلح الشغلة الفلانية، لا 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 ما يصير وكذا، وانت مهمل وانت كذا ووا إلى آخره. هذا يدخل النكد، والنكد ضيق في النفس، عدم انشراح، عدم انبساط في النفسية، وهذا يؤثر على علاقش بالزوج، علاقش في الزوج بمستوى التعامل اللفظي التواصل، بل ربما يؤثر حتى على العلاقة في البيت الخاص بينك وبينه، لأن هذه النفسية إذا تحطمت عند ذلك أثرت على كل هذا الجسد. فهنا تركيز على السلبيات، إذا كنت من هالنوع يعني أنت نكدي، أنت نكدي أو أنت نكدية، لا يزعلون الشباب، وكلامنا مو للشباب بس، ترى يعني الشباب أول ما يتزوجون بعد تعرفون أنتون عدل لولا شنهم على قولتنا كناري، عدل ما عندهم السلبيات. نتكلم بالذات عن العلاقة اللي تستمر شوية، تستمرها تمشي، تبدأ هالعيوب تبين متى، من يصير كم سنة، كل واحد وحظه عدل ولا انزين، ناس حظوظهم يمكن عقب 10 سنوات، ناس اللي حظهم الكلش يمكن سنتين بس ويبدأ في هالمشاكل، مضبوط لا ولا، وناس من البناية بعد، ايه لا بعد عيش توازن لازم، لذلك أدري فهمت بعد، لازم نفهم أن الكلام عام، وحتى آبائنا الكبار أمهاتنا الكبار الكل تحت التغطية، ما في أحد خارج التغطية. السلوك الثاني الذي ينبهنا على أننا نكديون هو سلوك التنبيه والتذكير لعيب خلق عليه الطرف الآخر. يعني عيب تكويني، مثل شنو؟ مثل قضية النباهة والذكاء. قد يكون الزوج ما يتمتع بذكاء، وإذا الزوجة دوما تذكر شنو؟ زوجها. وإيش الموضوع؟ الزوج يسأل بكل براءة مثلا، وإيش الموضوع الكذائي؟ لا لا ما يحتاج، أنت ما بتفهم هالموضوع، ما بتفهم، يعني اتذكر انك شنو، ما انت نبي. او الزوجه انت الزوج، اتيحت لك الفرصه، اكملت الجامعه شويه، والله مثلا ماجستير شويه، دكتوراه، ترقيت، كبرت في الوظيفه، هني يجي هذا اللي وصل الى مراتب عليا دكتور، يتجاوز تضحية الزوجة. الزوجة ربما تتمتع بذات الذكاء، يعني لو تركت بيتها وتفرغت للدراسة هم ممكن تصير شنو؟ تصير دكتورة، لكن هي ضحت. البعض ما يقدر هالتضحية ويبدأ يذكر الزوجة، أنا دكتور، تين ويش يعني، تين خريجة شنو؟ ثانوي بس، لا أكثر ولا أقل. أو عيب في الزوجة نفسه، عيب في خلقها، يعني ما له ارتباط بتقصير تعيشه.
يبدأ يذكر الزوجة بهذا العيب، يبدأ يذكرها بهذا العيب. هذا سلوك نكدي. السلوك النكدي الثالث هو أن البعض كما قال المولى عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا، يعني وش المد؟ المد المقارنة، المقارنة بين النساء. اجي تقارن تقول والله فلانة، من تذكر فلانة انت غلطان، فلانة تسوي كذي لزوجها، اسمع زوجها يقول كذي، فلانة والله اليوم ما شفناها في العمل الا جايبة هدية الى زوجها، يبقى علينا احنا لا حد يذكرنا بشي ولا شيء، فلانة كذا. هذه المقارنات تتعب نفسية الطرف الآخر، وبالعكس الزوجات اللي يمارسون مقارنات، شوف والله أخوي وش مسوي إلى زوجته، شوف والله أخوي وش عاطي زوجته، شوف كذا، هذه المقارنات وتكرارها والتذكير بها نوع من التنكيد على الزوج. فلذلك نحتاج الآن أن نتحدث حول النقطة الأخرى المرتبطة في كيفية علاج النكد. كيف نعالج النكد وسوء الخلق هذا الذي يسبب ضيقا نفسيا عند شريك الحياة؟ أولا فلنركز على الإيجابيات، ننظر لإيجابيات شريك الحياة. وهنا التركيز أيها الأحبة مو بس في النظر، في التعبير والمدح. يعني شنو؟ يعني امدح شريك حياتك لما مثلا يقوم بشيء إيجابي، لما يبادر بشيء إيجابي، بادر إلى المدح، بادر إلى التعبير. وهذا كثيرا ما نؤكده، نقول احنا عندنا المشكلة في اللغة البحرانية ضعف في التعبير، التعبير العاطفي والمملوء بالحب، قليلا ما نعبر. لو نروح إلى لغة أخرى، اللغة العراقية، يتكلم لك يمكن دقيقة واحدة، يمكن كرر إليك شنو؟ كرر إليك آغاتي وعمري وكذا وما أدري شلون، ها زين، ما شاء الله كررها كثير. بينما هني عندنا الأخوة والأخوات لا نستعمل لساننا في مدح الطرف الآخر. هنا الطرف الآخر يحتاج إلى تشجيع، لازم تشجع، لازم إذا جاك مبادر بإيجابية معينة ركز على الجانب الإيجابي، لا تركز على الجانب السلبي. لذا نحتاج إلى تعزيز وتنشيط العلاقة الزوجية بممارسة جرعات من المدح. وهذا المدح ما يكون وقتي مناسباتي، ها مثلا عيد الأم وعيد مدري كذا، لا لا، بشكل دائم، خلي التعبير بشكل دائم. تشوف بعض الأزواج يرسل تصبيحات مملوءة بكلمات جميلة إلى كل، ها من في الجروب إلا منه؟ إلا زوجته، إلا زوجته، زين، أو بالعكس. فهنا تركيز على الإيجابيات. ثانيا ألا تنظر إلى غيرك وحياة غيرك وتقارنها بحياتك. إذا وجدت إيجابية موجودة في الطرف الآخر حاول تنقلها إلى حياتك، لكن من دون اللجوء إلى مقارنات. قول والله مثلا ليش ما نحتفل، تشوف احتفالات مثلا بعيد الزواج، تقول ليش ما نحتفل بعيد الزواج، مو تقول فلان وفلانة يحتفلون وكذا، لا، تعال أنت خذ الإيجابية واعزل الأسماء التي تدخلك في متاهة المقارنات. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أيها الأحبة الذي نحتاجه هو التشارك في الحياة والتشارك في المسؤوليات. يعني لما مثلا تجي يوم من الأيام تجي تشارك زوجتك في الوظائف البيتية، وظائف البيتية من رتابة بيت وكذا وإلى آخره، أو تساعدها في عملها وظيفتها مثلا، وش عندش بساعدش، أو بالعكس الزوجة تساعد من
زوجها. هذا التشارك من شأنه أن يقرب القلوب وأن يرفع الضيق النفسي والنكد النفسي. ولا أحد يتعالى على المشاركة. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يشارك الزهراء، فكان في تقسيم بين شنو؟ بين أمير المؤمنين والزهراء. الزهراء داخل البيت، أمير المؤمنين خارج البيت، فلا بد من المشاركة. نشارك نسواننا، نشارك أزواجنا في هذا الجانب. كذلك علينا أيها الأحبة أن نضيف نكهة المرح في العلاقة. يعني شنو الملاطفة؟ الملاطفة المفاكهة. يعني بعضنا يا إخوة تشوفه برا ما شاء الله ضحكته إلى وين، بس من يدخل البيت شنو؟ أبدا ما يضحك. تشوف المرأة ويا صاحباتها ضحكتها إلى وين، لكن من تقعد ويا عيالها أو ويا زوجها أبدا ما مش ضحكة. نحتاج إلى مزاح شوية، مزحة. رسول الله يمزح ويا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ويقول للزهرة طالعي أكل عني الأكل. ها زين، يعني ما كان يعني مو في مقام الكذب، الشيء واضح أنه شنو في مقام المزاح من قبل رسول الله على ما قيل. يعني نحتاج إلى نوع من المفاكهة، نوع من المرح في داخل الأسرة، نوع من النشاط. لذلك حتى مستوى اللعب ها بالحركة وكذا هذا يعطي نشاطا وحيوية في العلاقة. البعض مع الأسف من الشباب إذا بيمزح يقوم يضربها، يقول أنا أمزح وياش زين الحين تضربها وما قصر في ضربها، قال إيه أنا أمزح وياش زين، أو لا يمزح مزحة ثقيلة زين على الزوجة تكون محلا للسخرية والاستحقار ونحو ذلك. بعد هذا خطأ غير صحيح. تختار المزاح الذي يضفي نوعا من السعادة بين الطرفين. عند ذلك نصل إلى أسباب ترفع النكد أيها الأحبة وتضيف نوعا من النشاط في العلاقة بين الزوج وزوجته. هذه العلاقة التي تفتح باب السعادة للطرفين. ولذلك إذا انتقلنا إلى أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وسيرة عاشوراء نجد نموذجا، هي الأسدية زوجة حبيب ناصر الإمام الحسين صبط رسول الله محمد. مواقف من الأسدية تشير كم كانت هذه المرأة متجاوزة إلى مصلحتها الشخصية، حريصة على مصلحة زوجها، حريصة على أن يفوز حبيب بأعلى مراتب الشهداء بنصرة الإمام الحسين عليه السلام. في موقفين، موقف لما قال حبيب لأبناء عمومته ما لنا والدخول بين السلاطين، وش كان موقفها؟ وموقف آخر رؤيتها للزهراء. وهذا يبين لك عظمة هذه المرأة بأن اختارتها الزهراء، جاءت لها بأبي وأمي في المنام. يحدثنا أرباب المقاتل في تلك الليلة وإذا بالأسدية توقظ حبيب. حبيب يا حبيب استيقظ أفق. استيقظ حبيب قال يا أسدية ما عندك؟ قالت أوليس رأيت الزهراء. فرح برؤية الزهراء، رأيت الزهراء في المنام. ماذا قالت لك؟ قالت لي أبلغي حبيب السلام. وإذا بحبيب يقول وعليها السلام.
وماذا قالت أيضا؟ قالت لي يا حبيب، يقولي لحبيب أن يخضب لحيته، قد آن أوان الخضاب. حبيب قال سمعا وطاعة، غدا أشتري خضابا وأخضب لحيتي. لكن نسأل الأسدية، أنت من شفتي الزهرات شفتيها في أيامها عاشور قريب الإمام الحسين بأبي وأمي، يعني شفتينها بأي حال؟ وكأني رأت الزهراء مجلببة بالسوان معصبة الرأس وهي تجمع أنصار ولدها الحسين وهي تنادي وحسينا. في صبيحة ذلك اليوم توجه حبيب إلى سوق العطارين، اشترى ذلك الخضاب. شوية وإذا يلتقي بمسلم، التقى بابن عمه مسلم، سلام عليكم السلام، ما عندك يا حبيب؟ أراك في سوق العطارين. قال بأن الأسدية رأت الزهراء في المنام وقالت لها قولي لحبيب أن يخضب لحيته. هني مسلم تعجب، عجيب، أنت العالم، أنت الفقيه، أنت يا حبيب موضع أسرار أمير المؤمنين، ألم تتنبأ لغرض الزهراء؟ ماذا هناك يا مسلم؟ قال انظر إلى سوق الحدادين، كل يصلح سيفه يرقع درعه، ما عندهم يا مسلم؟ قالوا قال يجمعون الجمع والعدة لحرب سيدك ومولاك الحسين. ترى الزهراء يا حبيب تريد منك أن تخضب لحيتك من دم من حرك، تريدك ناصرا للإمام الحسين. ألقى الخضاب من يديه.